يأمل فريق سيراميكا كليوباترا في كسر سلسلة النتائج المخيبة للأمال حين يستضيف فريق المصري بورسعيدي على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن فعاليات الأسبوع 18 من الدوري الممتاز. ويدخل فريق سيراميكا مباراة اليوم محتلاً المركز 12 برصيد 18 نقطة، ويبحث في الحصول على 3 نقاط بعد 6 مباريات متتالية لم يتذوق فيها رجال المدرب الجديد معين الشعباني طعم الفوز، حيث يعود آخر فوز لفريق سيراميكا إلى الأسبوع 11 بعد الفوز على غزل المحلة على ملعب الأخير بثلاثية نظيفة. ومنذ ذلك الفوز خسر الفريق صاحب القميص النبيتي في 3 مباريات وتعادل في مثلها. وستشهد مواجهة اليوم عودة المدرب التونسي معين الشعباني لملاقاة فريقه السابق المصري بعد أن قاده في الموسم الماضي في أول تجاربه في الدوري المصري، ثم عاد من جديد من بوابة سيراميكا وقاده في مباراتين تعادل في 1 أمام بيراميدز وخسر في الثانية في الجولة الماضية أمام أنبي، وانتهت بفوز الفريق البترولي بهدف مقابل لا شيء. في المقابل يدخل فريق المصري مباراة اليوم وسط غياب العديد من اللاعبين، لعل أبرزهم الجزائري عبد الرحيم دغموم الذي سافر إلى موطنه من أجل الاطمئنان على والدته، بالإضافة إلى إسلام أبو سليمة وزياد فرج وأسامة الجزار للإصابة. ولا يختلف الوضع كثيرا في الفريق البورسعيدي عن سيراميكا، حيث يبحث حسام حسن والآخر في قيادة فريقه للفوز بعد سلسلة من التعادلات وهزيمة أمام فاركو، حيث يعود آخر فوز للمصري في الأسبوع 12 حين فاز على الاتحاد بـ2 مقابل هدف وحيد. مباراة عنوانها رحلة البحث عن سكة الانتصارات من جديد، وبالتالي من المتوقع أن تكون مثيرة وهجومية من الطرفين تحت قيادة فنية مميزة، فلمن ستبتسم له الكرة أكثر في لقاء اليوم؟